هذا ويستمر الإقبال على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ضمن الحملة الوطنية للتطعيم، وقد أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائيات لها أن عدد من تلقى الجرعة الأولى من اللقاح حتى مساء الليلة الماضية بلغ 311829 شخصا. وقد أظهرت إحصائية وزارة الصحة أن عدد من تلقى اللقاح بجرعتيه يوم أمس بلغ 3342 شخصا.